الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج الطبخ. اليوم بدنا نركز على الطبق الرئيسي وهي الأكل كلياتنا منحبها أو سامعين فيها، طبق داوود باشا، بس نعملها بطريقة جديدة. اليوم نحن موجودين بسوفيتيل هوتيل جميرة بيتش. بداية بدي رحب بالشيف اللي دايما بيعطينا لمسات وطرق جديدة للوصفات. كيفك؟ شيف ماهر، شو أخبارك؟ الحمد لله طبعا. اليوم بدك تقدم لنا داوود باشا بس بطريقة جديدة. نعم. هي أصلا شو هيدي الطبخة؟ هلأ نرجع للأصل، هي أساسا من تركيا. تركية الأيام الاحتلال العثماني يعني إجوا لعنا فجابوا لنا إياها، اللي يمكن الشغلات القليلة اللي أخذناها من عندهم. هي أساسا بترجع لضابط عسكري تركي كان هو لما يعملوا له الطبق فيعملوا له طابق كبيرة له والطابات الصغيرة هي له، فيسموها داوود باشا وعساكره. هي أيام القديم. بس هلا بدنا نسويها نحن بطريقه انه بدنا اللي هي اللحمه نفسها الكفته بدنا نسويها بول، بدنا نحشيها جبنه من جوا، بعدين نحط نعم بعدين الصلصه بدها تجي فوق منها. حلو. فالطبق مو كتير صعب، بس هذا الطبق بتقدم مع الرز يكون وجبه كامله فيه اللحمه يعني الغنم بشكل عام مع الفات يعني كمان الكالسيوم من الجبنه، في البندوره على اساس صوص البندوره يعني، وبصل، هي بدها بصل شوي يعني كثير بصل، والبهارات تبعتها خفيفه يعني انه ملح وفلفل ابيض واسود وبقدونس على الوش وبس. فبتتقدم مع رز بشعيريه مع رز ابيض. حلو. حسب انت البيت كمان اذا بتحب تقويها للطبخه فيها تحط فيها خضره كمان، يعني تحط فيها بطاطا، فيها تروح مثلا ابعد تحط مشروم، كوسه مثلا، جزر، يعني هي ترجع لست البيت وشو بتحبها. في الفلفل كمان بيروح مع الفليفله كمان، صح. اللحمه انه بتروح لانه تطبخ لها الفليفله، والصوص البندوره مثل ما حضرتك قلت بدها الرز حدها. يعني اذا بدنا لحمه، المقادير بندوره، بصل، ثوم، جبنه، فلفل اسود، ملح، والبقدونس. بقدونس. نعم. وزيت زيتون. ايه. الكفته مثل هلا عم نسويها هون، هي غنم حط لها شويه دهنه صغيره بس مشان يعني تلمع ومشان اللحمه بشكل عام بس تستوي، تعطي لون الذهبي لما هيك تعمل، فالفات الدهن بيريحها شوي. فيها بس البصل مفرومه معها مع بقدونس وحبه فليفله حمراء بس مشان اللون. حلو. بس الجوال بهارات تبعتها كمان ملح، شويه قرفه صغيره وشويه فلفل ابيض يعني، فما كثير يعني عجقنا بسبايسز. فالداوود باشا بشكل عام بتجي هي الكفته العاديه تبعتنا بس مندورها كرات نحن مثل هلا هيك رح نسويها. هي بالاساس يعني بس الكفته اللي هي مدوره هيك بتنطبخ مع البصل والصلصه تبعيتها. الكفته هي فينا نعملها نحن، نجيب لحمه عاديه بقلب المولينكس، بنحط بصل وبقدونس وملح، شوية إذا بدك سبع بهارات أو لا، أو فيك تجيبي الكفتة جاهزة مثل ما أنت بتحبي. نعم. فهلأ هون بدي كورهم أول شيء، صاروا طابات صغار مشان بعدين بدي أحشيهم، كل واحدة بحشيها بقطعة جبنة. الجبنة كمان الجبنة اختيارية إذا بتحب الجبنة. هلأ أنا هون استخدمت الحلومي، فيها تحط الموزاريلا، فيها تحط أي جبنة. نعم. موجودة عندك بالبيت بتحطيها. نعم. والشيف هلا عم يعمل كباتيل، بس إذا أنت لزق معك مثلا أو شيء بتحط شوية مي، طاسة مي. نعم. بتحطي إيدك بالمي بتبلليها، بتصير كتير هينة إنه تعمل الطابات. نعم. هلا ما عم حط مي لأنه بس بدي أقليها مشان لا يصير فيها خطر أكثر إنه تطرطش أو هيك. صحيح. الزيت. فهدول هلا بدي بلش. هي اللي عندي انا حلومي، يعني حتى الحلومي اذا بدك كمان اذا ما بدك تستخدمي الفول فات كمان نرجع لللو فات، فكمان اختياريه. ومثل ما قلت لي شيف قبل انه نفس العناصر الغذائيه اللي بحاجه للجسم بنلاقيها باللو فات او الفات العادي، فنحن بنتجه على اللو فات. وحتى كمان كلبن كلبنه نفس السعر على فكره، تقريبا نفس. نعم. السعر يعني مش اغلى او شيء، نفس السعر، والجسم بياخذ كل الفوائد او الخصائص اللي بحاجه لها. فهلا بدي احشيهم للطابات اللي عندي هون بالجبنه، حاول غطيها من كل المحلات مشان لا تفتح عند القلي، ما بتاخذ وقت كثير لتستوي. واكيد الجسم بحاجه للجبنه وللبنه للكالسيوم يعني كثير مهم، وخاصه لاولادنا بتحس الاولاد بيميلوا اكثر للجبنه لهيك قصص، فهيك بترغبهم اكثر انه ياكلوها. نعم.
هلا بس عم نحشيهم واحدة واحدة. الصلصة كمان بدنا على النار بدنا نسويها على مهل، ما كتير صعبة الصلصة تبعيتها، بس مثل ما قلت في المدام فيها تحط بست البيت فيها تحط مثلا الخضرة اللي بدها اياها اضافي عليها، فيها تزيد خضرة. بالنسبة للمكسرات كمان تاخذ مكسرات، هي صنوبر اكثر شيء. صنوبر نعم، بس هلا بنعملها اكثر شيء يعني انه بقدونس خليها ما كثير نزيد عليها. هسا نحن قدمنا كثير اطباق زيناها بالمكسرات. نعم. فبدنا نعطيهم قصص جديدة. نعم. مثل ما قلنا كمان تتقدم مع رز جنبها تكون طبق كامل، يا أما مع شعيرية، رز مصري. نعم. مع شعيرية أو رز عادي مسلوق مثلا، فينا كمان مثلا الرز المسلوق نحط له ذرة، دايما الرز المسلوق مع ذرة كتير طيب بيكون. وخاصة حد هيدي الأكلة. نعم. فينا نحن نتفنن شو ما بدنا، طريقة هينة يعني. نعم. بس تعملي البول بتعمليها هيك فتحة بالنص، منحط الجبنة وخلص ذاتس. ندور كتير هينة. نعم. فينا هيدي نحضرها من الصبح كرمال قبل الافطار، بتكون ست البيت كتير معجوقة عندها قصص كتير تعملها، أو لما يكون عندها مثلا عزيمة. نعم. فيها تعملها قبل بنهار إنه ما بتنتزع عنا بالبراد. صح. فهلأ مثلا دورنا بس هدول الكمية الصغيرة هاي، هلأ فينا كمان نبلش مرة واحدة نسوي الصوص. الصوص كمان مثل ما قلنا بناخذ زيت الزيتون، زيت الزيتون شوي، الثوم كمان، ثوم والبصل كثير طيبين مع بعض. البصل لازم يكون بصل، تاخذ بصل كثير، تاخذ بصل هو كتير. عاده اليخنه يعني اليخنه الصوص واللي حدا رز وهيك انه بتحب الثوم الزياده والبصل الزياده. نعم. بس بدي ملحها مثل ما مشان نطلع ميتها خليها تدبل بسرعة. تدبل. نعم. هون كمان فينا نقوي العيار هون على نعمل الكفتة. فينا نعمل الكفتة لوحدها، هو أحسن نعملها لوحدها أحسن يعني. في طريقة تانية إنه بتتسقط الكفتة بالصوص. ممكن تفرفت معه. إيه بس نحن ما بتفرفت، هي بس تنزل بس الكفتة تسقطيها بالصوص. إيه. بتلم لأنه هي باردة يعني، تحطيها بجسم أما الصوص ساخن. إذا نحن في منهم مثلاً بس يحطوا الصلصة بيحطوا دغري هيدا وبيسبون وبخلون يستووا مع بعض. فممكن هيك ممكن تفرفت الكفته ولا لا؟ ما بتفرفت. لا ما بتفرفت لانه بس عم نحطها بصوص سخن، فمن اول شيء بتجمع من فوق من جوا تكون ساده نيه، بس نحن منشان لا ناخذ الدهن تبع نحطه بالصلصه، يعني هون فينا نشيل الدهن لبرا. اوكي يعني فينا ناخذ الصوص. انت بدك تعملها هيلثي اكثر. نعم. فبنسوي هون الصوص مثلا داود باشا الكفته من ستوتها بوحده ثانيه طاسه ثانيه يعني. فينا بعدين نشيل الدهن تبعها قد ما نشيل الدهن كله تقريبا، خاصة اكيد بيكون. نعم. فيها هي مشبعة بالدهون. فالاستواء فينا بعد ما نستوتها هون بس اللي من برا نكملها بالصوص كمان مع البندورة يعني والبصل. كمان هاي الأكلة كمان بينصح انه تكون بالنسبة للكفتة المدة تبعتها بالبراد يوم واحد بس. صح. بس انه عشان انفرمت البصل، خاصة البصل لما تحط اللحمة مع البصل دغري بتصير دغري بتنتزع قبل الانتزاع غير اللحمة العادية. بشكل عام البكتيريا بتكون على اللحمة من برا، بس من جوا جوات اللحمة ذات قطعة اللحمة ما فيها، بس لما عم نفرمها السورفيس اللي برا عم يفوت لجوا، فاللحمة المفرومة أخطر من اللحمة المقطعة. اوكي. فنسبة هي بالنسبة لنا نحن باليوم مدة الشلف لايف يعني تبعتها بس يوم واحد، يعني إذا سبت البيت قبل بيوم ثاني يوم لازم تطبخها، إذا ما طبختها فيفضل إنه تنفرم، يفضل إنه تنفرم تستخدم نفس اليوم ما تعملها ثاني يوم، أو فيها تطبخها اليوم وتخليها بالبراد تقعد معها ثلاث أيام بعد الطبخ، فبتصير بعدين بدها تسخنها مرة ثانية. وكمان مثل ما قلنا من التسخين على درجة 82. وما بيسوى الأكل مثلاً أنا طبختها وسخنتها مرة تانية، ما بيسوى أنت طبختيها وتصير تسخنيها كل شوي. أنا عندي كمية كبيرة بتصير بتقيم الكمية اللي بدك تاكليها وتسخنيها، كل الطبخة ما بيسوى أنه تستوى كذا مرة. صح. فإعادة الطهي مرة واحدة. صح. فتكون نية تنطبخ تنحط بالبراد
كنت طبخ مرة تانية بس. بس عشان في منهم بفكروا يلا بضلني كل ما حدا من العائلة بده صحن بقعد بطبخ بهالطنجرة. صح. أكيد غلط هاي. غلط كتير. فهلأ كمان بدي بس هي تدبل البصل شوي. يعني شيف أنت ما يعني ما بتحبس إنه هذه تنطبق إنه تتحضر قبل بيوم. مثل ما قلت لك إن نفس النهار. إيه تصير نفس النهار أحسن بالنسبة للحم. عشان البكتيريا. وهي كمان ما بتنطبخ يعني. غير لازم تكون ويلدا مطبوخة كثير منيح. بس فينا نقليها مثل ما حضرتك قلت. فينا نقليها هون قبل بيوم. ايه فينا نقليها هون اذا بدنا نطبخها طبخ كامل فينا نقليها ونحطها بالبرد ما مشكلة. أوكي. بس نخليها نية اكثر من يوم ما فينا. صحيح. هلا بالنسبة للحم المفرومة. بالنسبة للحم المفرومة يعني كانت كفتة برجر اي شيء احسن شيء تكون ويلدا ما يكون فيها دم. اوكي. لانه بشكل عام هي اخطر من اللحم الغير مفرومة. لا لا. ولما يكون فيها دم بتصير هيدا البكتيريا بتساعدها اكثر انه تتكاثر. هلا هون عم تنقل البصله. نعم. عم تتبل. هلا بس حطينا الملح. هلا بدي احط لها شويه فلفل اسود وابيض خليها تاخذ شوي من هاي الريحه نكهات. نحن مو مصعبين الشغل كثير اليوم. كثير هين اليوم. الطبق وهيدي الأكلات يعني كتير منحبها دايماً منعملها. كمان حتى ست البيت لو بتحب تعملها للدوباشة وبتحط فيها حر يعني بتحب تروح للحر كمان بتصير. صح. فبترجع الشغلة لست البيت. وفيها هي تزيد اشياء وتنقص اشياء حسب ما الولاد او العائلة شو. صح. بتحب. صح. كمان. نقلي هلا الكفتة. نعم. بشكل عام هي الكفتة يعني يفضل تكون الغنم. وعلى فكرة غير انه الفات اللي فيها اللحمة او الكفتة بس تكون مقلية طعمتها بتتغير يعني بتطلع لها نكهة هيك طيبة. نعم. لما تنقلها وترجع تنعمل بالصوص. لأنه بشكل عام هلا بدنا نغلفها نحن من برا بحيث انه الخواص تبعها ما تطلع فرح تنطبخ جوا بهالحالة كمان بتخلي الجبنة اللي جوا تدوب شوي. فكل ما تقدمت انه كل ما استوت اكثر الجبنه من جوا بتطلع اطرى. وكمان بس بحس بس بدنا هلا بالنسبه للحلومي اذا استخدمنا الموزاريلا بدها تمط اكثر لانه. صح. اطرى. صح. فالحلومي شكلها هيك بيكون كمان. اي نعم. شيف لبين يحضر عنا البصل. نعم. وكرات الكفته شو رايك ننتقل لبريك صغير ان شاء الله. مشاهدينا خلونا ننتقل لفاصل صغير ومنشوف وين صرنا بالطبخة. شفنا مشاهدينا الشيف بلش يقلي الكفتة والبصل كمان من ناحية تانية. شيف هلأ شو الخطوة التالية؟ هلأ بدي حط الصوص توماتو فوق البصل. فوق البصل لنعمل. نعم. الصوص. نعم. نقليهم. بلشت. نعم. الريحة تطلع. هلا بس تعمل هيدي الصوص تعقد بدنا نحط فوق الكفته. نعم. او فينا نحط انا بالنسبه لي يعني فينا نحط اللحم نصفها بالطبق التقديم وفينا الصوص نحط فوق منه نغطيهم يعني انا حسب ما او اذا بتحبي فينا نحط اذا نحطهم جوا هون يستووا مع ياخذوا مع بعضهم شوي بس اذا انا يعني بالنسبه لي بحب انه يتغطوا هون مع بعضهم. مثل ما قلت لك كمان انه مشان نشيل الدسم اللي فيها نتحكم بالدسم نشيله يعني ما نخلي الدسم ننقله من هون لهون نخلي الدسم هون بس بتصير هيك قليلة الدسم. نعم. المعدة بس الواحد يفطر ما بيحس معدته كثير ثقيلة ما قادر يتحمل
فاذا بتحبوا انه تنقلوا الدسم من هون لهون اوكي بتطلع اطيب، بس بعدين لازم يكون كثير رياضه لتحرقوهم مره ثانيه. صحيح، وغير هيك الامراض. نعم، فالاحسن ضغط الدم لونهم هيك صار على ذهبي كثير حلو. إيه هلا عم يشدوا كمان، كل ما عم يشدوا بيخسروا دهنه بتشد كمان. انا عشان هيك بفضل ينقلع، انه في منهم مثل ما قلت لك قبل شوي بنحطوا دغري لما يعملوا الفول بنحطوا هون. فما بعرف، بحس انا هيك الشكل ببين ارتب، لونهم كثير حلو، وغير هيك اللحمه مقليه طعمتها كثير طيبه. نعم. فهلا مثل ما قلت لك كمان مشان نخسر شوية الدهن هذا ما بدنا اياه. يعني اذا مثل ما شايفين على الكاميرا كثير طلع منه زيوت، يعني حرام اصلا ناكل كل هيدا الدهن، حرام. فهلا بدي روح فيهم على السكف، فراح اول شيء اسكبهم هن، راح احطهم بالطبق تبعي. شايف حتى نحن الحلويات قادرين ناكل حلويات، بس انه طريقه عاملين هيدي الحلويات تكون بطريقه صحيه نقلل الفات منها. صح، يعني فينا ما نحرم حالنا من شيء، بس نعرف كيف نطبخ، واكيد اساس البيت هي ست البيت، هي تعود العائله، وبالنهايه ابنها لما مثلا يكبر بيتعود انه على الاكل الخفيف، وبنتها بتتعود كيف تعمل اكل صحي ببيتها. يعني نحن لازم نعود بعض، نعود هيدي الاجيال اللي عم تطلع كيف ناكل اكل صحي. صح، هاي الاكلات اللي شوي ثقيله يعني يفضل انه على الافطار اوكي، بس مو قبل النوم، لانه قبل النوم تشتغل اكثر. صح، على الافطار في فرصه انه يتحرك الشخص. صح، واهم شيء نحن قبل ما ننام بشي ساعه، حتى لو كان عندنا سحور قبل ما ننام بشي ساعه ما عادش ناكل، او بس مي، عشان ناكل وننام غير صحي بالمره. خلي فرصه للاكل السحور يعني. فحتى للسحور نحاول انه مش نتسحر ودغري ننام. صحيح. فهلا عم نحط هي الصوص فوق منها. هلا رح احط بقدونس فوق منها، شويه بقدونس بنزينها. نعم، وهي اوريدي موجوده اصلا بالكفته، يعني ما بدك قصص تجيبيها من برات الطبق اللي انت عامليته. نعم، وهلا هيك بيكون طبقنا جاهز ان شاء الله، مثل ما قلنا بتقدم مع الرز الابيض او رز الشعيريه حسب رغبه المدام او ست البيت، وان شاء الله صحتين. شيف ماهر بدي اشكرك كثير على كل الحلقات اللي طلعت معنا، على كل النصائح اللي عم تعطينا اياها، كل اطباقك كلياتها صحيه بطريقه جديده، بتشكرك كثير، واكيد المشاهدين عم يستفيدوا من خبرتك الكثير طويله. شكرا. مشاهدينا بدي اقول لكم صحتين وهنا، ولازم تجربوا هذا الطبق، ريحته غير شكل. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الحلقات اللي عم نطلع عليها يوميا خلال شهر رمضان المبارك. بدي اقول لكم تقبلوا تحياتي، انا ريم الحسيني، شوفكم.